صباح الخير وصباح الصحة والسلامة اللي دائما كنتمنوهم لكل أوفياء لدعاء القريبة منكم مد غاديو. يوم جمعة مبارك إن شاء الله كنتمنوه كذلك للجميع. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، والموعد اليوم هو رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية في سلسلة من الحلقات على الخصوبة والإنجاب. كانت أول حلقة رفقة الأستاذ محمد الحليمي يوم الاثنين، وعدناكم أنه اليوم أيضا غادي يبقى الموضوع ديالنا ولكن غادي نتناوله من شق آخر ولا من جانب آخر، بحيث اليوم غادي نتكلموا على الرياضة والتأثير ديالها على الخصوبة وعلى الإنجاب. مجموعة من المعلومات ما تخليوهاش تفوتكم لأنها مهمة جدا، ربما كاين أشياء اللي كتسمعوها لأول مرة وغادي نتفاجئوا لما غادي نتسمعوها من خلال برنامج صحة وسلامة رفقة الأستاذ محمد الحليمي. إذا موضوعنا على الرياضة، على الحركة وعلى اقتراب الخصوبة. باب التواصل كيف العادة مفتوح من خلال الأرقام اللي هي دائما رهن إشارتكم 05 22 46 72 50 51 أو 52. إذا غادي نمشيو عند الأستاذ الحليمي ومعنا على الخط. صباح الخير أستاذ الحليمي، يوم جمعة مبارك. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية لفريق العمل، وتحية المستمع الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذ الحليمي. الموضوع ديالنا اليوم على الرياضة وعلاقتها بالخصوبة. هنا أستاذ الحليمي غادي نتكلموا على الحركة كيف ما قلت، لكن أول سؤال بمجرد ما قلتي لي عفاف غادي نتكلموا على النقطة اللي هي خاصة بالرياضة، أول حاجة تبادرت للذهن ديالي أستاذ الحليمي وهذه المسألة، لأنه بزاف ديال الناس اليوم ولاو كيسمعوها، الوزن. واش فعلا يعني كنتكلم علميا، واش الوزن والناس اللي كتكون عندهم سمنة وزيادة مفرطة في الوزن الخصوبة عندهم كتكون ضعيفة، وهذا الشيء ربما كيأثر أيضا على المسألة يعني الرغبة في الحمة عند المرأة والإنجاب أيضا يعني بالنسبة للزوجين عموما. هنا أستاذ الحليمي، الوزن واش علميا هذه المسألة ثابتة؟ من ما يفوتنيش أنني أولا شكر أستاذ عفاف لأن هذا السؤال مهم جدا. فعلا كاين علاقة مباشرة بين الزيادة في الوزن ونقص الخصوبة. علاش؟ لأن سنعرفوا باللي احنا الذكر ليس كالأنثى، الله سبحانه يقول وليس الذكر كالأنثى. الذكر هو واحد تستوستيرون شوية ديال الأستروجين، الأنثى هي أستروجين شوية ديال التستوستيرون. الذكر راه تستوستيرون إلا طلع له الأستروجين يوليو عنده صفات ديال الأنثى، كذلك عود الأنثى، وبالتالي الذكر كيبقى ذكر بالجانب الهرموني والأنثى كتبقى أنثى بالجانب الهرموني. حاش كيدخلوا لي بيرتورباتور اندوكرينيا، المواد التي تتلاعب بالهرمونات والاشياء التي تتلاعب بالهرمونات، فالذكر ليس بذكر والانثى ليست بانثى، وهذا الشيء اللي واقع دابا. السموم عندنا واحد السموم كثيره بزاف. اول شيء كنا هضرنا عليه هو القلق، وغادي ندرنا داك الشيء درنا الجانب العملي اليوم الرياضه باش نشوفوا شنو الدور ديال الرياضه في ازاله القلق. المساله ديال الزياده في الوزن، جواب مباشر، الانسان كل ما زاد في الوزن زاد في الخلايا الدهنيه، كل ما زاد. يعني هذه اشياء علميه ولكن الجانب ديالها الفهم ديالها فهم بسيط جدا، هذه فقط الجانب العلمي، كنعزوا بالاشياء العمليه. الجانب العلمي من اجل الناس، لان نتاسف ما باقي ما وصلناش لواحد البحث العلمي كبير فهذه، ونتمنى ان شاء الله في هذه التغييرات اللي عندنا دابا نعطيو واحد القيمه كبيره للبحث العلمي. اذا الجانب العلمي هو ان الانسان لما كيتزاد في الوزن كيتزاد نسبة الدهون، لأن يعني زيادة الوزن هي نسبة هي زيادة الدهون. الناس كيعرفوا اللي مازال ما استوعبش هذه الفكرة يحاول يستوعبها. أنا كنهضر مع الناس المختصين والناس اللي يهتموا بهذا المجال، راه الزيادة في الوزن هي تسمم داخلي، والدليل هو أن الناس اللي عندهم زيادة في الوزن عندهم بروتين سيريات تيف طالعة، وعندهم الانترلوكين 6 طالعة، هادو بجوج كيطلعوا كيكونوا عند الناس اللي عندهم الانفلاماسيون. زيادة في الوزن هي زيادة في نسبة الدهون، زيادة في نسبة الدهون كتعطينا زيادة في نسبة الأستروجين خاصة الأستراديول. مي كيتزادنا الأستراديول، لأن الأستراديول هو التستوستيرون، راه الأستراديول هو الديريفي ديال التستوستيرون. أنت عندك الأستراديول الأستروجين زايد أوتوماتيكمون غينقص لك التستوستيرون. كنهضر مثلا على الذكر، مثال ديال الذكر خاصو يكون الوزن ديالو مثلا بالغ، وزن ديالو 80 كيلوغرام، فيه هو 100 كيلوغرام، شنو كيوقع في الجسم ديالو؟ هو ان الجسم ديالو زايد نسبه الدهون، من الضروري انه يكون عنده تستوستيرون باش يتسمى راه ذكر، باش يكون ذكر لا في القدره الجنسيه ديالو ولا في الخصوبه ديالو ولا في الجانب ديال الحياه ديال الخصوبه في الحياه ديالو. اذا انت ملي كتزيد الوزن واحد 30 كيلو، واحد 40 كيلو، واخا 10 كيلو زايده في الوزن، شنو كيوقع لك؟
خاصو يكون واحد نسبه التستوستيرون جيده في الجسم ديالك. الجسم ديالنا هذا الشخص هذا كيزيد في الوزن، ملي كيزيد في الوزن كيتزادوا نسبه الدهون، ملي كتزادوا نسبه الدهون كيتزادوا نسبه الاستروجين الهرمونات اللي عند الانثى، كتنقص نسبه التستوستيرون. علاش كتنقص نسبه التستوستيرون؟ التستوستيرون علاش؟ لان هاد الاستخازيول، هاد الاستروجين اللي كيتزاد، هرمون الانثوي اللي كيتزاد عند الذكر، هو كيتصنع انطلاقا من واحد الهرمون، ولا عفوا انزيم سميتو الاروماتاز. الاروماتاز فاش كتكون زياده الاستروجين نقص التستوستيرون بشكل مباشر، زياده في الوزن، زياده الدهون، زياده الاستروجينات، نقص التستوستيرون بسبب انزيم الاروماتاز، وهذا شيء خطير جدا على الخصوبه ديال الرجل. اذا كنقول انا اي رجل خرجت له الكرش، اي رجل زاد كيلوغرام الا ونقصت الخصوبه بواحد النسبه كبيره بزاف. هذا الشيء كنقولوا انايا انطلاقا من اشياء اللي هي اشياء علميه. اذا الزياده في الوزن ليست فقط الامراض اللي كنهضروا عليها، ولكن بشكل مباشر انقاص في الخصوبه. والحمد لله احنا في المغرب باقي ما وصلناش هالدرجه، بعد الدول العربيه وصلت اشياء كارثيه فيما يخص الزياده في الوزن وعلاقتها بالخصوبه، لان هذه المساله الخصوبه هي طابو من طابوهات المسكوت عنه، مع العلم ان الناس كيعانيوا في صمت. اذا الله يعطيكم الخير، الزياده في الوزن عندها علاقه مباشره بنقص في الخصوبه، لا عند الذكر ولا عند الانثى، لان حتى الانثى ملي كيتزاد لها الاستروجين ولا الاستخاديول بالخصوص عندها الانزيم الاروماتاز، وهذا انزيم الاروماتاز يمنع تكون، وخاصه لما كيزيد الاستروجين التستوستيرون ما كيبقاش، الاستروجين كيولي بيرتورب واحد هادو باغمي لي بيرتورباتور اندوكرينيان، يتلاعب هاد المواد تتلاعب بالهرمونات، لا عند الذكر ولا عند الانثى، والذكر ذكر بالهرمونات والانثى انثى بالهرمونات. ملي كتاخذ بلاستيك بيسفينول او الفطالات، ملي كتاخذ هرمونات في الاكل، هرمونات تتلاعب بالجسم ديالك، ملي كتاخذ اغذيه فيها اغذيه تاكلك ماشي اغذيه اللي كتاكلها، كتتلاعب بالهرمونات ديالك. هادشي اللي واقع مع الخصوبه في العالم، وهادشي اللي واقع مع الخصوبه في المغرب. نعم نعم. طيب استاذ الحلمي، مباشره نمشيو من بعد الوزن، المساله ديال الحركه تاثيرها الايجابي فين كيكون بالضبط؟ جيد. الو حنا بالنسبه لنا حنا الخصوبه هي واحد زياده السموم في الجسم ديالنا ونقص الطاقه على مستوى الغده الكظريه. الناس كيعتقدوا ان الخصوبه شي حاجه اخرى. الخصوبه جوج حوايج خاصنا نركزوا عليهم. خاص الجسم ديالك يكون فيه طاقه، مشات لك الطاقه مع كثره الهضره غير في بالدارجه غير في الخاوي. مع كثره كنحركوا يدنا ونكتبوا الميساجات في هذه ليزابليكاسيون في هذه المواقع الاجتماعيه مشات لنا طاقه. ضاعتنا طاقه في التفكير الايجابي. ضاعتنا طاقه مع الاكل اللي لا علاقه له بالاكل، بعثنا طاقه مع اشياء لا علاقه لها بنمط العيش ديالنا، ما بقاتش الطاقه للخصوبه، ما بقاتش الطاقه للقدره الجنسيه، باش نكونوا واضحين، نكونوا واقعيين. عندنا السموم، السموم في الجسم ديالنا ما وصلاش، واخا كتوصل لي زيمونكتواغ، الابواب ديال الجسم مسدوده. شنو هي الابواب ديال الجسم؟ كاينه الكليه، ما كنتحركوش باش نخرجوها، ما كنشربوش مزيان. كاينه الجلد، الانسان ما كيتحركش باش يخرج السموم ديال الجلد. كاين الرئه، انسان ما كيتنفش باش كيخرج هذا السموم هذه. وكاين الامعاء والقولون، لما نتحدث عن القولون نتحدث عن كونستيباسيون، نتحدث عن القبض. انسان عنده قبض ما كيتحركش، ما كيتنفش مزيان، هذا هو عنوان وبطاقه تعريف الكائن البشري اللي كيعلس الان في القرن الواحد والعشرين. مستحيل تكون خصوبه، اقول مستحيل تكون، راه من غير المعقول اننا باقين مرتبطين بالنصائح التي لا تمت لصله بالرياضه. لما كنسمع انا يجب اننا نديروا رياضه 30 دقيقه في اليوم، يجب اننا نرتاحوا 30 دقيقه في اليوم، لان هادو المعلومات اللي غيخليونا اللور، ما غاديش نتقدموا. هي هاد المعلومات اللي كنسمعوها من مختصين كيقول لك خاصك 30 دقيقه في اليوم ديال الحركه، راه بعيدين كل البعد على النصائح العمليه. زائد ان الناس كيمشيو كيقول لك انا كنمارس الرياضه، كاين بعض الامهات كتسالي العمل ديالها كتهز الساك ديالها وتمشي تقول لك انا كندير الرياضه فين؟ في واحد اون سال دو سبور. مزيان. هاد سال دو سبور كنطلقوا واحد الموسيقى، هذيك الموسيقى كيكون الباص زايد، هذاك الباص كيدير لنا واحد ستريس فيزيولوجيك تضر جسمك من حيث اردت ان تنفعه. لاصال مسدوده، ما كاينش الاكسجين، لاصال ماشي بيان ايغي. كيقولوا الناس راني كنديروا الرياضه، احسن رياضه هي المشي، مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. دير 6000 خطوه في النهار، لوبجيكتيف ديالك مش دير 6000 خطوه في النهار، ولا كنقول احسن رياضه، احسن رياضه هي رياضه المشي بدون اي اعتبارات ولا اشياء تجاريه ولا هذه، باش نكونوا واقعيين. علاش؟
باش نعطيو الاشياء المتناوله عند اي واحد، لان ملي كنهضروا على التغذيه ملي كنهضروا على نمط نعيش ما خصناش نعطيو اشياء اللي ما تكونش في المتناول ديال الناس، ومع العلم انها ما كدير والو. خصنا نعطيو، لان ماشي في المتناول ديال اي واحد يمشي يدير رياضه ب 300 درهم في الشهر. حنا كنعطيو اشياء اللي في المتناول، راه تقدر دير رياضه 300 الف درهم في الشهر وتضر جسمك من حيث اردت ان تنفعه. كتمشي للدار مدقدق، الخصوبه ما كايناش، الجسم فيه الحمد لله كتكب واحد النسبه كبيره. بالنسبه لي انا هذا عكس الفطره تماما. اذا الرياضه عندها دور مباشر في العديد من الاشياء اللي غادي نشوفوها، واولها اعطاء القوه للغده الكظريه، زائد تدفق الدم للاعضاء التناسليه لا عند الذكر ولا عند الانثى. الخصوبه دابا، الضعف الجنسي اللي كاين دابا، السبب ديالو هو الدم عندنا خاطر، الدم عامر بالسموم، الدم ما كيوصلش للاعضاء، ما كيوصلش لي كور كافيرنو عند الرجل في العضو الذكري ديالو، ما كيوصلش للاعضاء الجنسيه عند المراه، وعندها الضعف الجنسي اللي هو طابو، اللي هو ساكتين عليه، اللي هو في حالات الطلاق. وسولوا المحامون شحال من قضيه طلاق فيما يخص هذه الاشياء هذه. اذا نمشيو عفاكم في المسار البيولوجي، نحلوا المشكل من الجذور ديالو. الحركه 30 دقيقه في اليوم ليست بمعلومه علمية ولا معلومة مضبوطة. الحركة خاص الإنسان، إنسان حركي في اليوم. راه ملي كنصليو راه حركة، بالنسبة لي أنايا راه هاد الأشياء كلها حركة. إذا الله يعطيكم الخير، اليوم غادي نوضحوا شنو علاقة الرياضة. أول شيء قلت أنا هو الدورة الدموية، ما كيبقاش الحموضة، ما كيبقاش الدم خاطر يعني ثقيل كما كنقولوا، كتوقع واحد النشاط، كيوقع تشبع الخلايا بالأكسجين، ولما كتشبع الخلايا بالأكسجين فتأكد أن الجسم ديالك فيه خصوبة بواحد الدرجة اللي هي عالية جدا. نعم. إلا سمحتي وصلح لي، غادي نمشيو باش نتواصلوا مع المستمعين الكرام على 0522-46-72-55 أو 52. ناخذ أم سوسن على الخط معنا من الرشيدية. أهلا بك أم سوسن. ألو. مرحبا بك أم سوسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي دايرة كي دايرة لاباس؟ الحمد لله أم سوسن، مرحبا. الحمد لله على جوزك بخير. الله يخليك أسيدي. بغيت نفيك، عندي زوج ديالي عنده واحد عنده مرض عضوي. نعم. وقال لي بلاش ترجمة. يبشوي عليك أم سوسن، يبشوي عليك، يبشوي عليك، ما توتري ما ترتبكي. أنت الحمد لله مع الأسرة والعائلة ديالك ديال ماد راديو، مرحبا. بارك الله. وهذاك المرض هو اللي خلاه دابا عندنا، ما بقاش عندنا واحد العلاقة. بلاتي أشنو هو المرض؟ قلتي أم سوسن عنده مرض عضوي، والأمراض راها كثيرة، أشنو هو المرض اللي عند الزوج ديالك؟ القلب. عنده مشكل في القلب. نعم. وعندنا تبارك الله واحد البنيته. اييه. ودابا ما بقاتش معنا، وحتى انا من هذيك الناحيه بما ان ما بقاتش معنا علاقه حميميه، قال لك ما بقاش تيقدر الى اخره، حتى ولات عنده ضعف. قال لي ما بقاش تيقدر حيت عنده هذاك المرض. نعم. ومع المجتمع ديالنا دابا تيقول لك دائما حنا، انا العائله ديالي وديال الزوج ديالي ما كاين حتى شي اشكال، ما كاع ما كيصدرون على الاطفال. اييه. نعم. باغ كونتخ الجيران هذوك اللي كيتعرفوا داك الشيء، خاوي البنيته. نعم، خاص البنيته تجيبي لها اخت ولا اخ. آه. نعم. نعم. تمام. و حتى الطفله ديالي، لدرجه انني وليت ما كذبتش عليه، كل سكان كذب. لا تلاقيت مع شي وحده او لا هذا، فتقول لي شحال عندك هذا، فنقول له عندي جوج عندي ثلاثه، باش ما يبقاش يصدعوني في هذه الهضره. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى وليت كدير هذه الهضره. شحال السن ديالو عفاك؟ فايت لي 40، عندي لي 40. واخا غادي تاخذ الهاتف ديالي عفاك، خليه خذ الهاتف ديالي من ستوندار. ما تقطعيش ام سوسن، رجعي لعند زميله سميحه في ستوندار باش تعطيك الرقم الهاتفي الخاص بأستاذ الحليمي، وهكذا ان شاء الله تواصلي معاه. شكرا لكم. شكرا. العفو، هذا واجب. شكرا لك. يعطيك الخير استاذ. شكرا لك ام سوسن. هنا استاذ الحليمي، ام سوسن دات لنا واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف. تمام. احنا اليوم الموضوع ديالنا على الحركه وعلى الرياضه وعلاقته بالخصوبه والانجاب. المساله ديال الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى القلب، وغالبا يعني ما هاد الناس كيتخوفوا من المجهود، كيتخوفوا من اي حركه، كيتخوفوا من الرياضه ايضا، يعني حفاظا على ذاك العضو اللي هو غالي بزاف اللي هو القلب. فمثلا الحاله ديال الزوج ديال ام سوسن هنا، شنو النصيحه اللي ممكن نفيدوا بها ونفيدوا ايضا الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى القلب؟ نعم، هو فعلا هو القلب في اخر المطاف، ما غنقولوش اهم عضله، ولكن من اهم العضلات في الجسم. نعم. لان القلب هو عضله ميوكارد. شوف سبحان الله، احنا عندنا في الجسم ديالنا البنكرياس، كيفرز الانسولين وكيفرز الجليكاغون، كيفرز العديد من الهرمونات، العديد ماشي غير الانسولين والجليكاغون. شوف سبحان الله،
في وسط البنكرياس كاينه خلايا ما كتشتغل الا في واحد الحاله، كاينه خلايا بيطا اللي كتفرز الانسولين وكاينه خلايا اخرى اللي كتفرز الانسولين، ولكن الانسولين هاد الانسولين سبيسيفيك خاص فوقاش غير في الحالات الطارئه في الحالات النادره. مثال واحد الشخص مثلا ما كلاش واحد المده، هبط له نسبه السكر، دخل الجلوكاغون، دار الجليكوجينوليز، عطى الطاقه، الطاقه ما بقاتش، ولات الاجسام الكيتونيه، ولات السيتوجينيز، ولات بزاف الامور، كيدخل البنكرياس، لان هاد الانسولين هذا ماشي بحال الانسولين الاخر، الانسولين هذا خاص بعضله القلب وبالدماغ، لان بالنسبه له هو اللي كيسير، هما اللي كيسيروا الجسم. الدماغ كيستهلك الجلوكوز، كيستهلك حتى لي كور سيتونيك، ولكن في حال كيستهلك الجلوكوز باش يوصل له الجلوكوز، ففي حاله نقص الطاقه هو والعضله ديال القلب البنكرياس كيفرز انسولين خاص، انسولين خاص كيتفرز عند مرضى السكري، عند كل شيء خاص، كيمشي يشتغل فقط مع الدماغ ومع القلب. علاش؟ باش يخلي ذاك المضخه ديال القلب تضرب. فالانسان في السن ديال العمر 40 ولا العمر 50 ولا العمر 60، ما نقولوش حنا وصلنا للعمر 60 وعندنا ضعف جنسي معناتها راه عاديه، ليس بعادي، باش نكونوا واضحين، لان القلب هو عضله، وباش نشغلوا القلب بالنسبه للزوج ديال الاخت ومسوسل الوغ ضروري من الحركه، لان القلب حتى هو كيسبب لنا هذا المشكل. علاش؟ لان القلب ماشي هو اللي كيكون فيه المشكل ديال القلب. الناس كيقول لك لا عندي مشكل ديال القلب، فعلا عندك مشكل ديال القلب، ولكن شكون اللي دار لك المشكل ديال القلب؟ هي الطبيعه ديال الدم، الدم المحمل بالسموم، الدم اللي خاطر، الدم اللي فيه حموضه، الدم اللي فيه مواد اللي هي مواد ما كيقدرش. نعطيها مثال، مثلا الحلويات والسكر، الحلويات والسكر كتخلي الدم خاطر، هذا الدم هذا كيقوم للقلب واحد الدور كبير، واحد المجهود اضافي باش انه يضخ هذا الكميه هذه، زائد ان القلب يشتغل مع الغده الكظريه اترافيغ واحد الناقل عصبي سميتو الادرينالين، والناس اللي كتكون عندهم نقص في القدره الجنسيه عندهم نقص في الادرينالين. اذا مي كتكون عندنا العلاقه جيده بين القلب وبين الغده الكظريه اترافيغ هذا النورو ترانسميتور اللي هو الادرينالين، كيوصل للدم للاعضاء، وباش يوصل للدم الاعضاء خاصها تكون حركه. علاش؟ لان الحركه خاصنا نعرفوا باللي احنا الحركه الناس كيدوبا كيقول لك عندي لي فاغيس، الناس اللي عندهم لي فاغيس يعرفوا باللي راه ما كيتمشاوش، الحركه ما كايناش. الحركه كتخلي الجهاز اللمفاوي يتحرك، كتخلي القلب يتحرك، كتخلي الدم يتحرك، الدم كيوصل للسموم لي زيمونكتوار اللي هي الكليه والجلد والرئه والامعاء، كيخرجوا السموم، الجهاز اللمفاوي كيتحرك لان القلب راه كيحرك الدم، الجهاز اللمفاوي ما عنده حتى حاجه تحركه الا الحركه. شوف الله سبحانه وتعالى عطانا جميع الفرائض، ممكن اننا مثلا الصيام عندك رخصه الا الصلاه، الصلاه واخا تصلي واخا تكون واخا تصلي غير بعينك واخا تكون جالس. علاش؟ لان بغانا نتحركوا. علاش؟ لان الناس اللي عندهم مشكل ديال القلب خصهم هرمونات للقلب، الدوبامين، لوسيتوسين، سيروتونين، والاندورفين. هذه هي احسن مضادات الاكتئاب في العالم. كاين الناس كيعانيوا دابا من القلق، قلنا المشكل الاول ديال القلق ديال الخصوبه هي مشكل القلق. الا بغيتوا تحيدوا القلق ما غاديش نقول لا انا غادي نحيد القلق، القلق كيتحيد بجوج حوايج، كيتحيد بالجانب الديني، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الجانب الثاني هو ممارسه الرياضه. علاش؟ لان القلق هو الادرينالين والكورتيزول، وخاصه الكورتيزول، لان الادرينالين لمده الدومي في ديالو ما وصلش جوج ديال الدقائق دغيا كيمشي، يعني ما ثواني دغيا كيمشي، شرف الله وقدركم عبر البول. ولكن الكورتيزول هو اللي كيدوزنا ثلاثه السوايع اربعه السوايع في الجسم. انا باش نحيد الكورتيزول خاصني نجيب واحد الماده اونتاغونيست. شنو هي اونتاغونيست؟ ماده مضاده للكورتيزول. شنو هي؟ هي الاندورفين، هي الدوبامين، هي السيروتونين، هي لوسيتوسين، وهذا الشيء كنجيبوه من الرياضه. اذا الرياضه تاثير مباشر على القلق، تزيل القلق بواحد الدرجه ما تصورش. شوفي غير ملي كتمشي دير الرياضه، اش كنهضر الرياضه في لي سال، كنهضر على لا مارش، هذه كيجي الانسان كيدوش كتخلص كاش، كلشي اليوم كيبغي تخلص كاش، ملي كتمارس الرياضه فانت كتخلص كاش سور بلاس، سور بلاس الجسم ديالك كيعطيك الدوبامين، كتحس بالانتعاش والراحه،
السوربلاس كيعطيك الجسم السيروتونين وكيعطيك اللوسيتوسين كيعطيك الرولاكسين كيعطيك الاندورفين. هاد الهرمونات هادية هي اللي محتاجينها الكائن البشري، هو اللي محتاجها الانسان باش يخرج من القلق، هو اللي محتاجها الانسان باش يخرج من هاد الدوامة ديال قلة الخصوبة. اذا الناس لا سيدونتاريتي، الناس اللي جالسين حدا بالتليكوموند، الناس اللي جالسين في البيروات، الناس اللي جالسين، تحركوا الله يعطيكم الخير. الحركه الحركه الحركه. الانسان مفطور خصك 6000 خطوه في النهار. شكون اللي كيدير اليوم 6000 خطوه في النهار باش تكون عندك خصوبه بشكل جيد؟ زائد الرياضه عند الرجل. إذا سمحتي هذه النقطة غنرجعوا ليها أستاذ الحليمي، هي اللي غنرجعوا لهذه النقطة إن شاء الله. هو هرمون الرغبة الجنسية. إذا سمحتي غنرجعوا لهذه النقطة أستاذ الحليمي. إذا بغيتي يكون عندك تستوستيرون مزيان فخاصك تمارس الرياضة، لأن الرياضة بانخفاض الكورتيزول بارتفاع الدوبامين لوندورفين لوسيتوسين سيروتونين والرولاكسين يرتفع معها التستوستيرون. نعم. كتخفض الوزن كتزيد في الخصوبه بشكل مباشر. الى سمحتي غنرجعوا مازال لهذه النقطه وغنتواصلوا ايضا مع المستمعين الكرام، ناخذوا تساؤلاتهم باش نجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. فاصل قصير وراجعين، بقوا معنا. لدينا معكم مستمعينا الكرام وبرنامجكم صحه وسلامه اكيد على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم ورفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. وغادي نشوف تواصلنا مع المستمعين الكرام دائما. هذه المره معنا ناديه على الخط من تاوريرت. اهلا وسهلا بك ناديه. اهلا اختي عفاف، كيف دايره؟ الحمد لله. مرحبا بنادية التاوريرت. الله يبارك فيك اختي عفاف، كنشكركم بزاف، كنشكر الدكتور الحليمي بزاف، الله يجزيه بخير يا رب. شكرا لك ناديه. الله يبارك فيك. الله يخليك الاخت عفاف، غادي تسمح لي شويه، عندي بزاف تساؤلات في هذا الموضوع. مرحبا. اول حاجه كاين عندنا مهم، بعد 12 سنه من الزواج كاين تشوهات على مستوى الحيوانات المنويه. ايه. واحد البورسنتاج كبير. ايه. انا كنعاني من تكيسات الطرقيه. ايه. يعني تكيسات مع العلم ان الهرمونات ديالها طبيعيه، ما كناخذ لا دواء لا والو. واخا. سبب الحقيقه انا حايره، لان لاجلي ما كعرفه العمر البيولوجي للمراه. سمحي لي ناديه، شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ 33 سنه. واخا. والزوج ديالك؟ 42 سنة. واخا. دابا حنا واقفين على باش نتخذوا القرار واش نديروا مساعدة طبية على الإنجاب ولا لا، مع العلم يعني عندها آثار، أنا عارفة عندها آثار. نعم. كاين حايرين وعاجزين و... الله يعطيك الخير. غير اسمح لي بغيت نفهم، دابا أنت قلتي لي عندك تكيس الغدة الدرقية ياك؟ أيه سيدي. داكوغ، ما عندكش تكيس المبيض؟ لا لا. يعني بالنسبه لك انت هي الخصوبه ما كاينش مشكل بليزو موان، لان حتى المشكل الغده الدرقيه كاين مشكل، يعني بالنسبه لك انت الطبيب عطاك بلي المشكل كاين عند الزوج اللي عنده تشوهات على مستوى الحيوانات المنويه ياك؟ اها. داكور، يعني المشكل ماشي عندكم بجوج، عند الزوج ديالك. عندي. داكور. واخا نجاوبك ان شاء الله. واخا. مازال عندك شي نقطه اخرى ناديه؟ نعم تفضلي. سمحي لي اختي، كنأكد غير على هذه النقطه الله يجازيك بخير، ديال فيكونداسيون ان فيترو. حالتي الا كان هذا هو الخيار الوحيد. نعم. الله يخليك، بغيت غير الدكتور يعطيني شي حلول كيفاش ممكن نخفف من الاثار ديال ذاك الهرمونات. ايوه. الهرمونات الاصطناعيه وهذا، كيفاش ممكن اننا نخففهم؟ يعني انا بالدرجه الاولى كيفاش ممكن نخفف منها باش ما تاثرش على الصحه ديالي لاحقا؟ ايه. واخا ناديه، بالعكس هذا واجب علينا ومن حقك انك تسولي وتعرفي يا ناديه بطبيعه الحال. شكرا لك، الف شكر تواصلتي معنا، ربي يفرحكم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله كل مستمعي الكرام اللي كيسمعوا لنا يقولوا امين. الله يفرحك ان شاء الله ناديه انت والزوج ديالك يا رب. وفعلا استاذ الحليمي قلنا انه العديد من الزملاء والعديد من المنابر الاعلاميه ربما كيتناولوا الموضوع ديال الاخصاب والانجاب من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه النفسيه، احنا تناولناه من الشق الغذائي ديالو والتاثير ايضا كيفاش كيكون. فانا كان سؤالي استاذ الحليمي، التغذيه واش عندها علاقه بالتشوه اللي كيكون على مستوى الحيوانات المنويه عند الرجل؟ نعم، هو هذا السؤال مهم جدا. اول حاجه الرجل ملي كنبغيو نشوفوا الخصوبه، هضرنا هادشي في الحلقه الماضيه. أيه. قلنا باللي الخصوبه نقص خصوبه ماشي عند الرجل، الله يعطيكم الخير، ماشي عند المراه فقط. نعم. وما نخليوش اصابع الاتهام غير عند المراه. تمام. نعم. يعني الكره محطوطه في الملعب ديال المراه. راه المسؤوليه كتنقسم بين الرجل والمراه، ودابا ولا الرجل كثار. علاش؟ لان التدخين ينقص من الخصوبه بشكل خطير جدا. وغير سمح لينا استاذ الحليمي، مشكور على هذه النقطه، غير باش نوضحوا راه ماشي ضروري حتى يكون كيكمي، راه التدخين السلبي كنتكلموا. نعم. راه الا ربما كان غير من الناس اللي عز عليهم الجلسه في القهوه وكيكون داك الجو ديال التدخين وداك الدخان، راه هذا ايضا كيتسمى تدخين.
تماما، لان يعني فعلا الناس دابا مع المباريات كره القدم هذه جيد، ولكن بهذا ان نولي نمشي ناخذ واحد، حتى ان كاين الناس دابا اللي كيمشيو يتفرجوا في القهوه على حوايجو كتجي فيها ريحه الكارو. فما بالك الرئه ديالك شنو غتكون خدات؟ وحتى الناس اللي كيدخنوا الله يعفو عليهم، ما بقاوش ندخنوا عفاكم. الا كان الانسان هذه حنا ماذا بينا نحيدوا التدخين في مره كاع، ولكن الناس كيدخنوا حدا وليداتكم داك الانسان، الانسان تبلى بهذا التدخين هذايا يطلب الله سبحانه وتعالى يعفو عليه، زائد انه يفكر في العواقب على الاسره ديالو على المجتمع ديالو على المجتمع. كيتسنى منك انك تعطي واحد الولد صالح، انت كتقتل الخصوبه ديالك بالتدخين. المجتمع كيتسناك انك تعطي واحد الولد صالح، كتقتل الخصوبه ديالك بالتغذيه. المجتمع كيتسناك انك تعطي واحد الولد صالح، كتقتل الخصوبه ديالك بالخمر. فاحنا خاسرينك انت وخاسرين داك الدريه ديالك. يعني سوا جات سوا ما جاتش. داكشي اش كنقول للناس الله يعطيكم الخير، نكونوا مسؤولين. الناس اللي كيدخنوا نكونوا مسؤولين، طرحوا علامات الاستفهام. حتى الا ما بغيتوش تقلعوا على عفوا على التدخين من اجلكم، فمن اجلنا حنايا كمجتمع. نعم صحة أستاذ الحليمي صحة. نمشيو خلينا نمشيو قبل ما غادي نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال من تاوريس، معليش ناخذوا حتى مونيا معنا على الخط من مدينة الدار البيضاء نسمعوا السؤال ديالها. مرحبا بك مونيا. مونيا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنشكركم بعدا بزاف على هذا البرنامج، والله يجعله في ميزان حسناتكم. يا رب امين. شكرا لك والدكتور الحليمي وكل طاقم ديال ميد راديو. شكرا مونيا. تفضلي مونيا شنو هو سؤالك؟ عندي واحد لا مالادي. اييه نعم. هي واحد لا مالادي غاغ سميتها لاكروم ميغالي. سببها واحد لادينوم ايبوفيسار، يعني واحد الورم كي يكون حدا الغده النخاميه. ومني تسمت الحلقه ديالكم انها على لي تروبل هرمونال، فهي نفس لا مالادي ديالي، لان هذاك الورم مني كان حدا الغده النخاميه اثر لي على كاع الغدد اللي في لوكور ديالي، وخاصه هرمون الخرولاكتين البي ار ال. ما درتش التحليله ديالو؟ درتو سيغ، لان درت كاع التحاليل. تقدر تصور على بالك دوزتهم قبل من لوبيراسيون اللي درت. نعم. منهم البرولاكتين، منهم لورمون دو كرواسونس لي في اس اش، جي اش باردون. دونك كان لي في اس اش يعني طالع، يعني هذاك الورم اثر لي على هذيك الغده النخاميه. ودار لها تروبل، فولاو لي زغمون طالعين بزاف في لوكور ديالي. يعني عندك، اسمح لي، عندك مشكل في البي ار ال في البرولاكتين، عندك مشكل في الكروث هرمون لورمون دو كرواسونس، وعندك مشكل في ال اش. البرولاكتين ما بانش في التحاليل انه فيه تروبل اكثر من ديال لي في اس اش. لي في اش والال اش عندك في مشكله فيهم؟ كانوا طالعين لواحد الدرجه ما تصورش قبل من العمليه. وانا درت العمليه الحمد لله، واخا كانت انها صعيب وقليل الناس اللي قدروا يديروها هنا في المغرب، فكنت غنديرها على برا، ولكن الحمد لله لقيت واحد. نعم الحمد لله كاينه الكفاءه الطبيه المغربيه. نعم الحمد لله. نعم الحمد لله قلبت ولقيته. صراحه استاذ عظيم، حتى هو دكتور عظيم، دار العمليه نجحت الحمد لله. ولكن من بعد درت، من بعد شي موا من العمليه درت لي زاناليز ديال لي فيساج، وهذا هما نقصوا، يعني نقصوا واحد النقص ملحوظ من بعد العمليه، ولكن ما خداوش هذاك لو طو نورمال. ومن تما انا يا اصلا مع كنت صراحه عانيت بزاف من هذوك لي راديو اللي درت، من كاع لي سبيسياليست درتهم، تصور ديال القلب، ديال العينين، ديال الكلاوي، ديال الرجلين، لان دار لي تخوبل في لوكور كامل هذا الورم. فانا مني عاني فبسيشيكمون بحال عيت، صافي ما بقيتش كنحمل شي حاجه سميتها طبيب. ومن تم قررت، يعني من بعد العمليه واخا خرجوا لي هذاك لو طو نورمال، كان قالوا لي خاصك واحد دي زانجيكسيون شاك موا، مي إل كوت ترو شير، إل كوت بلو دو 10000 درهم باش يقاد لي لي زغمون.
انا قررت ما نديروش، لان حتى انا اصلا ما نقدرش ندير يعني واحد لانجيكسيون شاك موا باكثر من 10,000 مقدر يعني، وقررت نمشي في هذا الطريق ديال التغذيه. نعم عندك ديجا وليدات؟ عندك وليدات ديجا؟ لا ما مزوجاش انا. داكور ولكن قالوا لي ان غيكون عندك مشكل ديال الخصوبه. قالتها لي لوندوكرين اللي تبات معاها مورا العمليه، قالت لي غيكون عندك مشكل ديال الخصوبه، لان حتى هو كان دارت لي 33 عام. من بعد قررت نمشي في هذا الطريق ديال التغذيه، قلت انا احسن، لان قالوا لي هذوك ليزانجيكسيون سي انديسبونسابل باش لي زغمون يتعاودوا يتقادوا لك في لو كور. من بعد هذا انا دابا شي 4 سنين تقريبا، 3 سنين و 7 شهور دابا ولا 8 شهور من بعد العمليه. فمشيت جوست ابخي لوبيراسيون قررت ان نمشي في هذا الطريق ديال التغذيه. بقيت كنشوف برامج ديال التغذيه، ولكن برامج ديال الاذاعات امريكيه هما اللي كيامنوا اكثر بهذا الشيء ديال التغذيه. فكانوا هما عندهم واحد ريجيم سميتو ماكروبيوتيك. كنت كنتبع البرامج يوميا، ولقيت هذا لو ماكروبيوتيك سوباس سور لي سيريال لي ليغوم. ما يعطيك الخير باش اسمح لي لا استوقفتك، الله يعطيك الخير. انا بالنسبه لهذا الماكروبيوتيك باش ما نديروش الاشهار، هي ماشي ماركة، ولكن باش ما نديروش الإشهار. المغاربة يمارسون الماكروبيوتيك من هذه قرون، باش نكونوا واضحين. هذاك الشيء اللي كاين في الماكروبيوتيك، لا غير باش نحيدوا هذا المصطلح، الله يعطيك الخير، باش كوم سا حتى ما يدوش في البرنامج دون أنني نهضروا عليه. شكرا، مشكورة بزاف على أنك شفتي. ولكن الماكروبيوتيك بلا ما نحتاجوا نجبدوه، الماكروبيوتيك كيطبقوه المغاربة وكيديروه المغاربة بواحد الدقة اللي هي كبيرة بزاف. وحلقة جاية إن شاء الله نوضحوا كيفاش المغاربة داروا هذا الماكروبيوتيك. تفضل. فعلا دكتور، لان مني تبعت انا هاد البرامج اللي كيتبازاو على هاد النظام، فهو بحال قلتي تقريبا كسكسو ديالنا. يعني هاد الشيء علاش صاحبي الحليمي راه كيقول لك، راه هاد الشيء اللي كتشوفوه المغاربه جدودنا راه داروه سنوات قبل. عنده الحق، هما كيقول لك ان الطعام المثالي هو اللي كيكون فيه شي حاجه ديال القمح سغيال والخضره، يعني بحال الكسكسو ديالنا. أيه. هذا هو الطعام المثالي في هذا النظام. فانا تبعته، حيت اللحم، حيت الدجاج البلدي كناخذه مره، حيت اي حاجه فيها الحليب المشتقات ديالها، فحيت بزاف. ولكن انا كنت عن اقتناع وعن هذا، وكنت كنلاحظ ان الحاله ديالي كتزيد تحسن نهار على نهار. اي الحمد لله. ولكن نعم. ولكن مره سيرتو ملي كيجوني لي غاكل كنحس بحال شي اعراض تيرجعوا لي. ايوه. وهذا الشيء كيزيد يخلعني، وفي نفس الوقت ما باغاش ارجع عند الطبيب. ما باغاش، لان ما بقيتش كان. نعم. ان شاء الله نطمئن. تبارك الله عليك منيا، شكرا لك، الف شكر لك. وسيد الحليمي صراحه في كل مره وفي كل حلقه معك يعني كنسعد انا بزاف بالاتصالات ديال المستمعين الكرام. في كل مره يعني كنلقاو انه الوعي اليوم ديال المريض يعني غادي وكيكثر يعني بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف، وهذا الشيء راه كيفرحنا لما كتلقى مريض اللي فاهم الحاله ديالو، فاهم الاعراض والعلامات كيفاش كتغير يعني من مرحله لمرحله. فكنفرح بزاف لما كنلقاو هذا الوعي عند المريض. استاذ الحليمي او لا الو كنسمعوك استاذ الحليمي. غير هذه المساله مهمه اللي شرتي استاذ عفاف، بغيت نشير واحد النقطه للمغاربه، هو اننا مين نسمعوا معلومات مزيان انفتاح لهذه المعلومات، ولكن بلا ما نبقاو نغلفوا ذاك المصطلحات ونجيبوا شي مصطلحات جداد لشي اشياء داروها المغاربه. البروبيوتيك، بريبيوتيك، ماكروبيوتيك. حنا المغاربه انا كنقول المغربي يجب انه يكون سعيد من يسمع معلومه كتقال في واحد القاره ويعرف باللي جدودو داروها. وانا كنقولها لكم واتحمل المسؤوليه ديالي، والله العظيم الى علم التغذيه في العالم سيذهب نحو ما كان يفعله المغرب. لان هذا الشيء هذا ماشي اختيار، ضروره. ضروره. ملي كنمشيو هاد الدول هذه كتلقى 70% ديال الناس عندهم الديابات، عندهم السكري. فالحل هو لو ريجيم ميديتيرانيا او لو ريجيم ماروكان، النظام الغذائي المغربي. انا كنقول لكم والله العظيم الا جايه موجه كبيره جدا فيما يخص الوعي الغذائي، فيما يخص النظام الغذائي، والمغاربه الى ما هزيناش راسنا ببعض الرياضات غنهزوا راسنا بالنظام الغذائي.
هذه انا قلتها ان شاء الله ولا حيان الله غادي نعيشوا هذا الشيء هذايا. وقالت الماكروبيوتيك وراه اقتنعت استاذ الحليمي الماكروبيوتيك قالت هو الكسكسو ديالنا ملي جات تشوف القاط راه هو داك الطبق ديال الكسكسو ديالنا نهار الجمعه. فوالا استسمح ما خليتش انا هذا المصطلح يدوز بلا ما نشرحوا للمغاربه. نعم نعرفوا راسنا راه حنا درناه. انا كنقول انا المغاربه غادي نهزوا الرايه الفوق بالنظام الغذائي ديالنا، وانا قلتها في هذا اليوم المبارك وسياتيه زمان. الرايه المغربيه غادي نهزوها بالنظام الغذائي ديالنا، فهي راه ولات كتهز في بعض الدول غير هذوك السفراء ديالنا، ماشي السفير السياسي، كنهضر على السفير ديال التغذيه المغربيه، كنهضر على السفير ديال الطبخ المغربي، خاصو يكون عندنا السفراء ديال الطبخ المغربي في المحل ديالهم، في المكان ديالهم، في التكوين الصحي ديالهم، انا كنقول للناس اللي كيديروا الطبخ الله يعطيكم الخير، زيدوا التكوين في الجانب الصحي، وانا قلتها للناس احنا مستعدين مجانا نكونوا هاد الناس فيما يخص الجانب الصحي في الطبخ ديالنا. انا كنقول الطباخين المغاربه واحد الذكاء عالي وواحد التقنيه عاليه، نزيدوا غير واحد اللمسه بسيطه ديال الجانب الصحي غادي نوصلوا لواحد المستوى اللي واحد المستوى كبير بزاف. بالنسبه للمشكل ديال الاخت، المشكل ديال هاد لادينوم ونيفو ديال ليبوفيز، خصنا نعرفوا ليبوفيز هي لا غلون بيتويتر او الغده النخاميه، فوق منها الغده المهاد او تحت المهاد ليبوتالاموس. ليبوتالاموس كيفرز هرمون دو كرواسونس وكيفرز البرولاكتين وكيخزنها في الغده النخاميه. كاين بعض الناس كيقول الغده النخاميه تفرز هاد العلا، ماشي الغده النخاميه اللي كتفرزهم، كتفرزهم المهاد وكتخزنهم في الغده النخاميه. البرولاكتين والهرمون دو كرواسونس زائد، مشكوره الاخت لان حتى في التحاليل الطبيه ديال الناس اللي عندهم الخصوبه سيرتو المراه كنديروا الاف اس اش والال اش. الاف اس اش والال اش هي اللي كتحكم لنا في لي فوليكول، داكشي اللي كنسميو حنا اف، داك اف الاولى عندها علاقه بالفوليكول باش كتحكم في الخصوبه وخاصه في التبويض وخاصه في البويضه عند المراه، والال اش كذلك. حنا هاد الهرمونات هادية الطبيب المختص كيعطي هاد الهرمونات باش كنشوفوا واش هاد الدوره ديال هاد البويضه كتمشي بشكل جيد او لا. المشكل عندها عند الاخت عندها ادينوم في هاد ليبوفيس فعلا غيكون مشاكل على مستوى الهرمونات، وانا قلت الهرمونات كتعاطف مع بعضياتها. الا كان عندك مشكل في شي هرمون عندك مشكل في هرمونات اخرى. نعطي مثال بسيط، نعاودوا نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي فيه هذه المقاطع، شنو سميتو؟ باسيون دو كويزين overblog.com passion de cuisine.overblog.com ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد. امونه مزيونه كاين قناه ديالك او يعني في اليوتيوب الموضوع ديال اليوم ديال الرياضه. الناس كيفكروا في الانسولين، جبدنا الانسولين كنمشيو مباشره للسكري. الانسولين عنده علاقه مباشره بالخصوبه. الا كنتي كتاخذ السكر والحلويات كيطلعوا لك الانسولين، سون دي زاليمون هما انسولينو سكريتور، كيطلع لك الانسولين راه المناعه ديالك كيبقى جسم زيرو مناعه واحد سبعه السوايع، الخصوبه كتهبط. الناس راه هاد السموم البيضاء ماشي ثلاثه واربعه، ملايين السموم البيضاء كتخفض لان كدير لنا مقاومه الانسولين. الرياضه شنو كدير؟ الرياضه كتزيد لنا في لا سونسيبيليتي، الحساسيه ديال الجسم والاستجابه ديال الجسم للهرمونات خاصه الانسولين، خاصة التستوستيرون، خاصة الاف اس اش، خاصة الال اش، خاصة البرولاكتين، خاصة لوغمون دو كروسونس. كتزيدنا في الفلو سونغان في الديبي واحد التدفق ديال الدم للعضلات للقلب للدماغ للاعضاء الجنسيه لا عند الذكر ولا عند الانثى. كتزيدنا في نسبه الاكسجين في وسط الخليه وخاصه الناس اللي كيطلعوا لي زالتيتود، الناس اللي عندهم خصوبه سيروا دوزوا غير اسبوع في الافران، ماشي ضروري تكون رياضي عاد تمشي الافران. سير مثلا عندي انا مشي انا في العطله مثلا ديالي نمشي الافران كي لي زالتيتود طالعين، الجسم ديالي كيولي كابطي الاكسجين بزاف، كيدير لي ماتوبويز، كينتج الكريات الحمراء، كيولي الجسم الدم غني بالاكسجين، ما كتبقاش فيه حموضه كتوصل للاعضاء، كتولي عندك خصوبه بواحد النسبه اللي هي كبيره. الرياضه ترفع الدوبامين، الرياضه ترفع الهرمونات بدون استثناء. الرياضه كتنشطنا واحد الماده سميتها الاديبونيكتين، والاديبونيكتين هي اللي كتحرق لنا الدهون، وهي اللي كتزيدنا في الميتابوليزم، وهي اللي كتريح لنا الجسم، والانسان ما احوجه الى هذه الهرمونات هذه. فقط السؤال قبل هذا السؤال كان السؤال ديال الاخت. فعلا غادي نرجعوا للسؤال ديال ناديه استاذ الحليمي. نعم تماما نعم ناديه من تاوريرت فيما يخص
أيه؟ للحيوانات المنويه. الرجل كما المراه كدير الاف اس اش والال اش والبرولاكتين وهاد الهرمونات هذه، الرجل كيدير السبرموغرام، وهاد السبرموغرام كيتبين فيه واش نسبه الحيوان المنويه كافيه، واش الكميه ديالها كافيه، واش العدد ديالها كافي، واش المورفولوجيا ديالها الشكل ديالها، لان كاينه اللي عندها شكل مشوه، كاينه بزاف ديال الامور. وشكون اللي كياثر في هذا الشيء؟ هو ذاك لو ليكيد سيمينال. ملي كيجي لو ليكيد سيمينال كيجي من البروستات. داكشي علاش كاين دابا الرجال لا بليبار كيديروا البي اس ا كيلقاوها طالعه ديال 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 البروستات. مشكل البروستات منين جاي؟ جاي من التغذيه بشكل مباشر. الناس اللي ما عندهم مشكل في البروستات، الرجل اللي عنده نقص في الخصوبه ونقص في التشوهات في الحيوانات المنويه ونقص في الكميه ديالهم ونقص في النوعيه ديالهم ونقص في المورفولوجيه ديالهم، فكاين مشكل في البروستات. مشكل في البروستات، مشكل في المبيض عند المراه. هادشي هذايا كيفاش غادي نحلوه؟ هو الجانب ديال التغذيه والجانب ديال العناصر الغذائيه اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله في الاسبوع المقبل. فقط الا سمعتي لي استاذ عفاف باش نعاودوا نذكروا ان شاء الله باذن الله الناس ديال مدينه اكادير مقبلين ان شاء الله غدا على محاضره في القطب الجامعي لمدينه ايت ملول جامعه بن رشد ان شاء الله باذن الله. نتمنوا ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع، ونتمنوا اي واحد كيسمع لهذا البرنامج ندعي واحد الدعاء في هذا يوم الجمعه المبارك مع الناس اللي يشتاقون الى واحد الاطفال، يشتاقون الى واحد الذريه، واي واحد يدعي مع هاد الناس هذو، ندعيو معاهم ان شاء الله ان ربي يفرجهم وربي يرزقهم النعمه ديال نعمه الاطفال. نعم يا ربي ان شاء الله. الف شكر ليك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، والموعد معك ان شاء الله غادي يكون الاسبوع الماجي يوم الاثنين. فالف شكر ليك مره اخرى. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ويوم الاثنين ان شاء الله تسناو موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم من خلال برنامجكم صحه وسلامه. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون شكرا صابر فوندا، كان معايا في الاخراج وسيم حاشوبي. مشكوره في استقبال مكالمتكم. يوم جمعه مبارك ان شاء الله كنتمنوه للجميع. الى اللقاء.